السلام عليكم. اليوم نتكلم على شبكة الطرقات التي أنجزت حول جامع الجزائر، وهذا لتسهيل الولوج إلى والنفاذ إلى المسجد. وهذه الطرق كلها عندها محولات دائرية ومزدوجة، والآن رانا في الطريق المتوجه نحو جسر جديد راه قيد الإنشاء فوق وادي الحراش. وهذا الجسر يؤدي إلى شارع طرابلس، ثم وزارة شؤون دينية اللي راهي قيد الإنشاء في خروبة. وان الطريق هذا للأسف داروه، هو الحقيقة طريق قديم وعاود عرضوه شوية، لكن لو حبادة لو خدموه مزدوج. والآن نشاهد بداية يبدأ هنا، يكون فيها محول كبير هنايا ويوصلنا إلى جسر اللي راه في الأشغال به في فوق وادي الحراش. والآن نعود نرجع للمسجد ونلاحظ هنا باركينج كبير، هو في الحقيقة قديم هذا الباركينج، كان موجود قبل بناء المسجد، وهذا الباركينج راح يساعد كثير في ركن السيارات المصلين والزوار نتاع المسجد. والطريق هذا يعتبر ضيق بالنسبة للمنشأة التي يؤدي إليها. الطريق الثاني هذا يبدأ هنا، يبدو منا ويروح من الجهة الخلفية للمسجد. احنا رانا في رون بوان نتاع نمر للجزء الثاني من الطريق. هذا يعتبر طريق نوعية جيدة من ناحية العرض والأرصفة وما إلى ذلك، ثم نتوجه نحو لاسيتي، كنا اللي نسموها لاسيتي كوبيراتيف، تالي كوبيرون كان فيها المعلمين. الآن هنا هذه لاسيتي نتاع المعلمين، وهنا نروح رون بوان تاني. هذا رون بوان تاني، و نواصل الطريق هنا نحو حي ليدين. وهذا الطريق كان موجود من قبل، لكن تم ازدواجيته في الآونة الأخيرة.
لاحظوا بأن الأشغال ما زال لم تنتهي من ناحية التنظيف والتجميل احنا رانا على مستوى ثانوي تعبان رمضان، وهذه الثانوية اللي قيت فيها انا جيت فيها ما شهادة البكالوريا شعبة رياضيات في سنة 1980، وهنا نصل الى المحول الثالث كارفور. وكل هذه الطرق تعتبر هنا وسعوا في الطريق، لكن هذه طريق جديدة هنا ينروح فيها، تعتبر طريق جديدة. هذا الطريق هنا تعتبر جديدة، وأنا نزيد ندير الدورة باه نشوف كل المحيط نتاع الرونبوان هذايا، ثم نستمر في الطريق نحو طريق السيار من جهة أخرى، يعني هذا منفذ جديد نحو طريق السيار يمر منها على حي ليدون، نستعمل فيه. وهذا المنفذ يعتبر جديد، وهذا الرامبون الأخير ما قبل النفاذ إلى طريق السيار.